مريم أفضل أو الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء؟ راجعوا كتاب الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء لشرف الدين رحمة الله عليه، صاحب كتاب المراجعات يذكر هنالك سؤال فلان من علماء العامة إن مريم أفضل أو فاطمة، فقال ذلك العالم اللي هو مو شيعي: فاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وآله، ولا أعدل ببضعة النبي أحدا. فاطمة بضعة من النبي، لا يمكن أن تساويها مريم ولا غير مريم. مريم الملائكة كانت تحدثها، هذا يعني مريم نبية؟ لا، مريم واحدة من أولياء الله، الملائكة يكلمها، شنو الإشكال في ذلك؟ راجعوا سورة آل عمران.